أعطينا لنجر كل مواطنين ومواطنات ولاية باتنا في فرحة كبيرة عارمة. الناس تتوافد بقوة على مكاتب الاقتراح من أجل إنجاح هذا العرس الانتخابي، من أجل استقرار وأمن بلدنا العزيز الجزائر، ومن أجل أيضا تأكيد بأن التماسك في الجزائر الحمد لله ما زال قائما وقائما إلى الأبد إلى أبد الأبدين. باتنا من عاصمة الأوراس الأشم مهد الثورة التحريرية، كما ضحى آباؤنا وأجدادنا المجاهدين رحمهم الله، اليوم يضحي المواطنين والشباب وكل أطياف المجتمع من أجل تأدية واجبهم الانتخابي. واليوم نشوف كل الترتيبات الحمد لله اتخذت، الإجراءات متخذة من أجل حتى نقل المواطنين والمواطنات من مساكنهم من أجل أداء واجبهم الانتخابي. الحمد لله رانا نشوفوا باللي كاينه فرحه، كاين توافد كبير على المكاتب الاقتراح من اجل اداء واجبهم الانتخاب. تحيا الجزائر، المجد والخلود للشهداء الابرار، الجزائر في خير وامان وسلام. شكرا لكم.